تظاهر العشرات من أنصار المعارضة الإيرانية أمام مبنى وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس احتجاجا على أنباء حول تسليم دبلوماسي إيراني متهم بتدبير محاولة تفجير مؤتمر المعارضة في باريس في 30 من يونيو الماضي. وطالب المتظاهرون بعد تسليم الدبلوماسي في السفارة الإيرانية بالنمسا أسد الله أسدي والذي اعتقلته ألمانيا بتهمة تسليم قنبلة لمنفذ الهجوم الإرهابي الفاشل. وقال أعضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن هناك مخاوف من تسليم المتهم إلى طهران رغم ثبوت تورطه في التخطيط لشن هجوم إرهابي على مؤتمرهم السنوي العام. وأشار المنظمون إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في أعقاب تقارير عن محاولات وضغوط يمارسها النظام الإيراني ضد كل من باريس وألمانيا وبلجيكا لعدم محاكمة الدبلوماسي الذي رفعت النمسا الحصانة الدبلوماسية عنه.